انه وين انا هون؟ حاسه حالي قلوص بلاد العجايب. اهلا وسهلا بإليسار ملكة سور، نرحب بك بكل فخر وسرور. شو لازم اعمل؟ لا معي ورقة فيزا ولا معي شيء. شو هاي الورقة؟ تتلبك فلا تعرف ماذا ترد عليه، فتسحب اوراقها. سحبتهم اوراق نص الحلقة. اوكي الحلقة مش حاطة حلقة. وتقرأ على صوت عال، تبدو متعجرفة. لا ترد على تحيتهم، سرد عليك، بل تسأله بكل استخفاف وغرور: من انت ايها الطرطور؟ من انت ايها الطرطور؟ انا مسعود الدار، وزير مولانا شهريار، ملك السند والهند وكندهار. استخفاف وعدم اهتمام. ايه تشرفنا، شو يعني؟ يعني انه مولانا بكل عظمته بحب ان تزوريه بقصره. خلص صرت اعرف انا لوحدي، مدبر حالي. وماذا يريد مني في هذا الاوان مولاك؟ يريدك ان تغني. انا ما بغني بقصر حدا بلا ما يفت. انه مولانا حيستعزن وتحكي وتلت. انه مولانا وسيد دنيانا. وين كان مولانا؟ يسوى ما يسوانا. شو هو ملك ونحن فرانا؟ انه صفا. اذا اقنعيه بنفسك، ادخلي لعنده. شو اسمك قلت لي؟ مسعود. مسعود بليز، العايز الثاني بيجي لعنده. انه اذا هو ملك مشهور انا كمان ملكة سور. هذا كان في قديم العصور. كنا سيرتك مولانا. تفضلي، كلها قصور في قصور. لنتحدث فيما بيننا ونحل الامور. طيب يلا خي قعدنا. كان بدي اقضيها مشي لانه مضيع مفاتيح الفور باي فور وانا مشيتي يعني كان. اللي ماذا تريد في هذا الاواني؟ ان اسمع منك الاغاني. شو الدنيا فلتاني؟ دخلك من اين اتت بعنواني؟ من امين ولا من هيداك التاني؟ ومن يضيع عنوان الزهر لو الزهر قال لك من اي ايام الغزل تبعه. حسيت حالي بالجاهلية. لو بحث من الصباح حتى العصر يا انستي، هل تقبلين بي زوجة؟ باردون؟ هل تقبلين بي زوجة لأهديك هذا القصر؟ عصر بليسترك ستر، سأفكر بالموضوع وبردلك خبر. بردلك خبر بلكي قبل الفجر. ما هكذا يكلمون مولاي؟ خلص بقى كفاية، حل عني مزوجي مطربعة هولة. رؤي يا أنستي وسيرينا، لا تهوجي هكذا وتموجي. مزعوجة إذا بتريد مطربقة. مش مرتاحة، مضيعة 100,000 شغلة وزي ماشي إنه اتس اوكي يعني. ولماذا أنت مطربقة؟ مطربقة إنه أكلة سابقة، عيسيات ما عيسيات وهيك إنه ما بعرف، يمكن لازم لي لزقة هندية. عندك شي لزقة هندية؟ سنأتي لك بكل ما تطلبين. ولكن ألا تغني وتسيرين؟ اتس اوكي بغني لك حقنا وزينا. وهل ستغنين بهذا الفستان؟ باردون؟ شو بقول فستان؟ مش عايزبك كمان؟ هذا كردان وهذا من الفردان. كلا انهم يغطون جسمك الفتان. صحيح انك واحد زهلين، لك يا حبيبي مسيو شهريار نحن اشرف قوم وما منغني بقمصان النوم. انا ساجعلك تغنين بغميص النوم.
العمس في الجار اذا قدرت ما تقصر. انا بدي غني باللي بدي اياه. ايه عم بكروا لي فستاني، شو بدي اعمل؟ شو بلا ذوق؟ حسكروا لي فستاني، شو بدي اعمل هذا السنين؟ كرت على كر، انا ما بتصرف الا ما لاقيني شي شرشف.